واو إما، انظري كم يوجد أشياء لذيذة أحب أن أجربها. أهلا، تفضلوا. أستطيع أن أقدم لكم ألذ الحلويات. رائع، شكرا جزيلا. أنا سعيدة أنها أعجبتكم. لذيذة حقا. واو، لم أدرك أن مصاصتي زرقاء. واو ميريندا، لديك ملابس جديدة. أنا أيضا. بداية جيدة للتحدي، حظا سعيدا. كم هذا جميل. أتساءل أين نحن؟ يجب أن يكون طعامنا. أنت على حق، لدي فراولة. واو ناضجة جدا. بالتأكيد كنت محظوظة. الآن سأفتح غطائي. يا لها من مصاصة لطيفة. انتظري لحظة، ماذا بداخله؟ يبدو وكأنه صرصور ضخم. إذن من الأفضل أن نبدأ بالفراولة. أنا لا أمانع على الإطلاق. هل يمكنني التجريب أيضاً؟ آمل ألا تلاحظ إما. كيف لن ألاحظ؟ هيا أعطيني الفراولة. لا أريد أن أجربها أيضاً. حسناً أتركيها. أوه فقط الورقة. هذا ما تستحقيه ميريندا. هذا لي وسوف آكله. كم تبدو فاتحة للشهية. هناك القليل تبقى. لذيذ. لماذا تبقي فارغ؟ أين كل الفراولة؟ ميريندا هذا أنت؟ سوف أضطر إلى الانتقام. افتحي فمك. لا أريد أن آكله. يجب عليك. يا لها من قسوة يا إما. أوه من المقرف مشاهدتك. ماذا؟ أكلت كل شيء لكن هناك صرصور. أوه لا، لقد نسيته تماما. إنه في فمي مقرف. يبدو أنه على قيد الحياة. مرعب، الصرصور يركض نحوي. ماذا يجب أن أفعل؟ خذ هذا، خذ. لا تقترب قلت لك. أما لنرى. غريب، لا يوجد شيء. أوه هو. لماذا تركته؟ سوف يقع علينا. أوه لا يبدو أنه هنا. لا يمكنني العثور عليه في أي مكان. تسرعت، الصرصور على رأسك تماما. أوه ليس هذا. سوف أنقذك يا إما. تمسكي، لدي حذاء ضخم. كم هذا مؤلم. شكرا لمساعدتك ميريندا. يبدو أن خطتي لم تنجح. واو طعم جديد، سأفتح أولا. مرحاض صغير، يبدو جيدا. لكن ماذا ستفعلي به؟ فكري في ذلك بينما أقوم فتح طبقي. كم عدد العيون السكرية الرائعة. واو أنت محظوظة. حان وقت البدء. من أين سأبدأ؟ ربما بهذه العين. ماذا تفعل يا إما؟ توقفي عن فعل هذا الهراء. هيا لا تكوني مملة. أوه إنها لذيذة جدا، أريد الاستمرار. التالي هو العين الثانية. كم هي ناعمة. أوه حلوة، الآن لا يمكنني التوقف. ربما ستشاركيني. لا بالكاد لدي ما يكفي. أنت مضحكة جدا إما، فمك مليئة بالعيون. وهذا ليس الحد الأقصى. أوبس، يبدو أنني أفسدت التصويب. هذا يليق بك، يمكنك المشي هكذا. بما أنك انتهيتي، أنا مستعدة لرؤية ما يوجد في مرحاضي. واو هناك مصاصتين في وقت واحد. هذا بالفعل حظ جيد. ميريندا لقد ألقيت الغلاف في وجهي. أرى أنك متحمسة للغاية بشأن المصاصة. هذه فرصتي. ماذا تفعلين يا إما؟ هذه مصاصتي. أردت فقط إزالة العبوة حتى تتمكني من أكلها. لا تحاولي أن تخدعيني. أعلم ذلك، بسببك لقد نسيت تماما أمر المرحاض. واو ما هذا؟ واو يبدو وكأنه بودرة فوارة. نعم كما توقعت. أحتاج إلى وضع المصاصة في أسرع وقت ممكن. تبدو فاتحة للشهية. أنا متأكدة من أنها لذيذة. أجل، الكراميل الحلو والحامض رائعان. لن أتوقف حتى أكملها إلى النهاية. أنا بحاجة لتجربتها. أنت مرة أخرى إما. ماذا تفعلين يا ميريندا؟ توقفي عن ضربي. آسفة، لم أقصد ذلك. تعبت منك، لن أدعك تفلتين. خاسرة. هل يمكنني فتح الطبق أولا؟ شكرا، علمت أنك لن تمانعي. فانتا رائعة، لم أجرب هذا من قبل. إذن افتحي حالا.
لا، كسرت ظفري. يا للمسكينة، دعني أساعدك. لدي الكثير من الخبرة في فتح علب الفانتا. كما ترين، كل شيء على ما يرام. الروائح لذيذة جداً، أريد تجربتها بنفسي. لا، أعيديها، إنها لي. النكهة رائعة فعلاً، أنا متأكدة من أن مذاقها أفضل. نعم، مذهل. هل يمكنك أن تشاركي معي كعرب امتنان؟ ولكن إذا كنت لا تريدين، سأحصل على ما أريد. مذهل، كم هو منعش، طعم رائع. من أين يأتي هذا الأنبوب؟ أما مرة أخرى؟ غريب، الفانتا لا تنسكب. ميريندا، مرحبا، كيف حالك؟ كم أنا متعبة من تصرفاتك الغريبة. آمل أن تساعدني الفانتا على الاسترخاء. أوه، للأسف، كانت لذيذة. طارت العبوة في وجهي. توقفي عن الاستياء وافتحي طبقك. لا يوجد طبق، هذا فقط بر أحمر غريب. ماذا أفعل به؟ لا أعلم، اضغطي عليه. ماذا يحدث؟ من أنت؟ أنا أعمل بالأسلحة الكيميائية، لدي شيء لك. لي؟ لكنني لست بحاجة لأي شيء. لسوء الحظ، هذا ليس لك لتقرري، يطلب منك أخذ هذا. نعم، بالتأكيد، نسيت تقريبا. الآن هذه منطقة عالية الإشعاع. ميريندا، كيف حالك؟ هل كل شيء على ما يرام؟ مع السلامة. هذه أكثر أنواع الحلوى حموضة في العالم. يا له من كابوس، لست متأكدة إذا كان بإمكاني أكلهم، يبدو مخيف. واو، رائع، عليك أن تختبري الأحاسيس الجديدة. مذهل، يبدو أنني كنت خائفة من أجل لا شيء. ربما يمكنك مشاركتي. آسفة، ولكنني أرفض. كم هو حامض؟ أوه، حتى أنا أحب ذلك. تبدين مجعدة قليلاً بالمعنى الحقيقي للكلمة. سأجرب أيضاً، أحتاج إلى تجربة ذلك بنفسي. حقاً لذة، مذهل، مذاق رائع. أين ذهبت الحلوى؟ ميريندا، أخبرتك أنني سأكلها بنفسي، أرجعيها. العبوة فارغة. أحببته كثيراً لدرجة أنني لم أستطع المقاومة، والآن أنا نادمة على ذلك. أنا بحاجة ماسة إلى درع. هذا لذع للغاية، لا يمكنني تحمله. اختبأت في الوقت المناسب. 1، 2، 3، ابدأي. واو، بودرة فوارة وحقن مع شراب. أنا سعيدة لأن حظي جيد. واو، هذا يبدو جيدا. دعونا نرى ماذا لدي. ما هذا؟ يبدو وكأنه نعش صغير، هذا مخيف. أخشى أنني عرفت ما هو. سأبدأ مع هذه اللذاذة. أوه، لا أستطيع تضيع أي قطرة. أمسكتها، رائعة. والآن سأفتح البودرة الفوارة، متأكدة من أنني سأحبهم. واو، يا له من توحش، رائع. أما توقفي عن وضع أنفك في شؤون الآخرين، هذا طعامي، سوف أحصل عليه. واو، ألعاب النارية حقيقية في فمي، رائع. لا يمكن التعبير عن هذا بالكلمات، أريد مكملات. أوه، ألعاب النارية تنفجر في رأسي. تأثير غير متوقع، انظر يا أما. حان وقت إطفائك، انتظري يا ميريندا، آمل أن يساعدني الشراب. شكرا جزيلا أما، وصلت في الوقت المناسب، الآن حان دورك. من الأفضل عدم تذكيري بذلك، أنا خائفة. أخاف أن أفتح الصندوق، البخار يخرج منه. ما هذا؟ أنا لا أفهم شيئاً. دعيني أرى، يبدو وكأنه ناتشوز حار. أما المسكينة، يا له من كابوس، إنه حار جداً، لساني أحترق. لكن عليك أن تأكلي كل شيء، لا تلعقيه. يبدو أن ليس لدي خيار. الآن سنبدأ. ستشتعل النار، أنا أحترق، ساعديني يا ميريندا. أوه لا، ليس علي. خذني بعيداً، توقف أرجوك. يبدو أنني عدت، على الأقل بعض الأخبار الجيدة. ميريندا، أين أنت؟ هنا، لقد أسقطتيني. أنت لا تبدين جيدة جداً، وأنت أيضاً. واو، يا لها من كعكة ضخمة. ولدي أيضاً، وأنا مستعدة لتجريبها. لماذا هذا الإتيكيت؟ من الأنسب أن نأكل بيدينا. أوه، رأسي، أنت غير متحضرة أبداً. تعلمي مني، أعرف كيف أتصرف في مجتمع لائق.
إذا نظرت إليك فلن أجرب أبداً ما أريد. هذا يتجاوز كل الحدود. الآن سأنتقم منك. ماذا عن تباسكو حار؟ يبدو أن شيئاً ما حدث خاطئ. مفاجأة، خذي هذا. لقد جعلتني قذرة. تستحقينه. حان الوقت لكي نأكل قليلاً. أوهو برينجلز، أنا أحبهم كثيراً. وأنا، لذلك نحتاج إلى جعل العبوة أكبر. هذا فشل. حسناً، كان من الأفضل ترك كل شيء كما هو. لا يمكنني حتى رؤية هذا الجزء الصغير تحت العدسة المكبرة. شاهدي وتعلمي، الآن سوف أعرض لك مهاراتي. هذا هو الحجم الذي أريده. هل يمكنني التجريب أيضاً؟ فليكن، أمسكي، هذا يكفي للجميع. هذا لذيذ. نحن بحاجة إلى الحصول على إضافة. أنا سأساعدك. نجحنا. آيس كريم في مخروط، هذا حظ سعيد. أنا بحاجة لأكله على وجه السرعة. وأنا أريد أن أجرب السكيتلز الحمراء. كان هناك حلوى واحدة فقط. سأحاول إصلاح الموقف. هذا رائع. هذا الحجم يناسبني. هذه السكيتلز ستستمر حتى المساء. أعطيني الآيس كريم الخاص بك جوليا، سوف أشارك معك. شكرا لك، أنت صديقة حقيقية. لا مشكلة، ما تبقى يكفي لي. بطاطس مقلية زرقاء، لم أرى ذلك من قبل. من الواضح أنها أفضل بكثير من الفلفل الحار. أوافق تماما. أنا محظوظة. سيتعين علينا أخذ الأمور بأيدينا مرة أخرى. أحتاج إلى حذاء رياضي. لا أفهم ماذا تفعلين. سترين كل شيء الآن. هل تحبين قلادتي الجديدة؟ أنيقة جدا في رأيي. فقط لا تنسي تذوقها. كان من الأفضل لو لم تذكريني بهذا. سوف أتذوقها. لا يمكنك كسري. أنا أحترق. المعكرونة الزرقاء رائع. يبدو طبقي طبيعيا تماما. أصبت بصدمة كهربائية. ربما من الأفضل أن تتوقفي، لكني جائعة. إذن تحتاجي إلى إضافة شيء أحمر مثل الصلصة. شكرا جزيلا جوليا. أنا نفسي لم أخمن. أخيرا يمكنني الأكل. نجاح، لم أتعرض لصدمة كهربائية. العلكة الزرقاء هي المفضلة لدي. لا أستطيع أن أقول نفس الشيء عن البندورة الكرزية. لكن يبدو أنني اكتشفت كيفية الخروج من الموقف. كوني حذرة يا إما، أنت ترمين البقالة علي. آسفة، لقد بدأت للتو في صنع الشطيرة. نعم، أنا متخصصة الطهي حقيقية. اتضح أنه ممتاز. ما هذا؟ أزيلي هذه الفقاعة.
حسنا، لقد انفجرت. حاولت بجد. بينجو، إنها فراولة. كم هي ناضجة؟ أنا متأكدة من أنها حلوة جدا. أرى أنك محظوظة. توقفي عن مراقبتي، كلي البسكويت الخاص بك. بكل سرور، دعنا نرى ماذا بالداخل. إنه جميل للغاية. قفي، يجب أن يكون هناك بسكويت أزرق. أوكي. بما أنه لا يناسبك فسوف أكله بنفسي. أنا سعيدة لأنه أعجبك، لكني أحب أن أكل أيضا. لحسن الحظ أعرف ماذا أفعل. ماذا توصلت إليه؟ سيظهر الحليب الأزرق تماماً أمام عينيك. رائع، لطيف جداً. الآن يمكنني أكل البسكويت الخاص بي بأمان. أكثر المنتجات التي تفضلونها، أزرق أم أحمر؟ أو ربما تفضلون ألواناً أخرى بشكل عام؟ أخبرونا عن ذلك في التعليقات، وسنأخذ بالتأكيد كل شيء في الاعتبار. نراكم قريباً.